ساك مقرب رجاء أم والله لن يمر الله ولا ميت سي القساس ما فهم السيد الرئيس انتقاد تشوش على الجلسة العامة وتشوش على الزملاء نتاعك الكل باش نطلب منك اما باش تشد مكانك ما كانش باش تغادر الجلسة ما غادرهاش تعال خرجني تعال خرجني انا نجيك نخرجك يعني الشعب حطي فيه مش انت يا اخي ايش بيك يا ودي فين تحسب روحك تحسب روحك في دار الشعب انا نايب دار الشعب انا نايب الشعب هكا شعب كلفك باش تتفرج على الزملاء نتاعك الكل اي نعم انا نطلب من الزميل باش يشد مكاني ماني شاد بلاستيك شد بلاستيك ما تشد بلاستيك نعم. للمره الثانيه والثالثه والله انا نبه عليك ايش تبه عليك قل لي الا في حاله واحده يعرض على التصويت الغاها من عدمه والله هذا الكل فيلم فيلم هذه ممثل حر لا خاصة طرف قدام الكاميرا هي يقف هذه سكرها الكاميرا يا ودي سكرها فيلم حرب لي ديني وتقول فيلم معلوها الكراسي معلت الله على كراسي يوضوع تصويت الناس يوضوع الدستور يوضوع حضر الكراسي مش أنا جايين من برا هي قرروا لي تصويت الرياني سامحني يا سيدي ربي تعمل زي ما فهمش اي يعرضوا على التصويت الغاوي التصويت وين هذا زي الله اسم ابراهيم يلا لا شنو زي ما ربعي لا لا سيد الرئيس على فكره انا مش كلامي هذا كلام مفتي الجمهوريه وكلام هيئات المسلمين الاعلى اللي ما نفقهش في الدين حتى شيء راهو يمكن اني اعصى واحد في المجلس وما زايد حتى على واحد وما تجيرش بالدين والانتخابات الجايه مانيش مترشح وما يعنيني حتى شيء فهمت اذا نجيه المجلس هذا المره فاته الجايه قول لي ركبك شعبي لكن امور هذه الدستور دستروا ذريه لي وذريه التوانسه كل الدستور هذا قالوا لي الناس اللي ما نفقه شيء سيد رئيس الدين راهو والله حتى القران نقرا فيها مكسر من عفاش باش ما تقولش لا فيلم ولا تجاره فهمت علماء المسلمين قال لك هذا بطل مفتي الجمهوريه قال لك هذا بطل ليش حطوا فيه لا ما هو مراد اسمه نوع فيه حق على الجواب